راية من المشهد ونروح للزميل أحمد سليم الصحفي بجريدة الراية القطرية اللي كان موجود النهاردة في هذا الاجتماع، يقول لنا آخر الأخبار في قطر، الاستعدادات بعد ما اللجنة المنظمة لكأس القارات أعلنت الجاهزية الكاملة لاستضافة المباريات النهائية بقطر. أستاذ أحمد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير كابتن احمد والساده المشاهدين، ونبارك لك تواجدك على شاشه البيت الكبير النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا. يعني قول لنا كده ماذا حدث اليوم، الشكل طبعا الحقيقه قطر نظمت اكبر واهم الاحداث ونجحوا فيها بنسبه 100% الاستعدادات لهذا الحدث، خصوصا تعرف جماهير المصريه عندكم في قطر عامله ازاي، واذا كان المنافس برازيلي برضو الجماهير البرازيليه يعني بتروح بقوة خلف ناديها أو أنديتها في كل مكان. بالتأكيد كابتن أحمد، اليوم تم الكشف عن العديد من الأمور المتعلقة بالمباريات التي تستضيفها قطر، مباراة نهائية لبطولة كأس القارات، الاستعدادات على أعلى مستوى لاستقبال باسط النادي الأهلي تحديدا وجماهيره. نعم. اليوم المؤتمر الصحفي كان زخم جدا بالإعلاميين، والجميع يتساءل عن النادي الأهلي وكيفية وصول الجماهير. أسئلة كتير دارت في المؤتمر الصحفي كان محورها الأساسي هو النادي الأهلي وجماهيره. الاستعدادات طبعا أعلنت عنها اللجنة المنظمة، وهناك يعني استعداد كبير جدا سواء من اللجنة المنظمة أو من خلال رابطة جماهير النادي الأهلي في الدوحة. سيكون هناك ترتيبات خاصة باستقبال بعثة الأهلي وأيضا جماهير النادي الأهلي القادمة، ليست من مصر فقط ولكن في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم. طبعا كان الحضور طبعا كان كبير جدا، وكان تواجد طبعا الكابتن وائل جمعه، وكان المستشار حسام ابو العيله رئيس رابطه جماهير النادي الاهلي في الدوحه لوضع النقاط والاستفسارات حول استقبال البعثه. وتم التاكيد على من خلال رابطه جماهير النادي الاهلي عن احتفاليه خاصه بجمهور الاهلي تحت شعار تكريم جمهور النادي الاهلي. نعم. من خلال فعاليات مخصصه وبصيغه أو بصفة أهلوية خالصة. نعم. تكريما للجماهير القادمة من كل مكان. الإعلان اليوم تم عن إعلان تذاكر المباريات أسعارها طبعا وموعد طرحها. نعم. هتبتدي من 40 ريال قطري، وبالنسبة لحاملي بطاقة فيزا سيتم طرحها بعد غد الخميس، وأيضا لكافة الجماهير يوم 21 نوفمبر، وستكون ايضا بنفس الاسعار تبدا من 40 ريال، لان بعض الاعلاميين تحدثوا ان الاسعار 40 ريال، ليست 40 ريال، هي تبدا من 40 ريال. نعم. طبعا اسبقيه حجز التذاكر ده مهم جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. ايوه. للتواجد في هذا العرس الكبير، وايضا مدى الاقبال الكبير على مباريات النادي الاهلي وايضا المباريات الانديه البرازيليه او نادي باتشوكا المكسيكي. شفنا اليوم حضور رئيس رابطه جماهير باتشوكا المكسيكي، وايضا كان حضور رابطه ريال مدريد، وكان لفته طيبه جدا من جماهير ريال مدريد التي اعلنت عن امنيتها بمقابله النادي الاهلي في المباراه النهائيه، وان هناك تعاون مثمر ومستمر مع رابطه النادي الاهلي من اجل خروج النهائي بالشكل الذي يليق بالبطوله. احمد، يعني بيستوقفني في كلامك حضور رئيس رابطه مشجعي باتشوكا ورابطه مشجعي ريال مدريد، صح كده انا فهمت صح؟ صحيح صحيح. طيب وانت عندك رئيس رابطه في قطر والمستشار حسام ابو العيله، لكنه ده بيخليني اقول احنا ما عندناش في مصر رئيس للرابطه، وبالتالي اتصور انه ده بيدعونا ان احنا نفكر بقى انه الانديه الجماهيريه يبقى عندها رابطه وعندها اداره وعندها رئيس، وده هيبقى اعتقد جميل. يعني لولا وجود حسام ابو العيله عندك ما كانش بقى عندنا حد متواجد. يعني صحيح كابتن، تواجد رابطه للجماهير سواء للانديه أو بشكل عام للمنتخبات الوطنية ده. نعم. مهم جدا. صحيح. بالنسبة لتواجد الجماهيري وأيضا تسهيل كافة الأمور وتذليل الصعوبات أمام الجمهور من أجل الاستمتاع بالمباراة. دلوقتي. نعم. الرابطة تعمل على أن الجمهور يوصل ويستمتع بالمباراة. نعم. ولا يجد أي معاناة، وده مهم جدا بدل من إرهاق الجماهير ودخوله في تفاصيل سواء متعلقة بالتأشيرة أو الإقامة أو التفاصيل الصغيرة
بتخلي تجربه الجماهير افضل طبعا وسلسه من اجل التركيز على تشجيع فريقه ان شاء الله. هناك طلب من رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر من اللجنه المنظمه بتوفير المدرج الثالثه شمال بالكامل لجماهير النادي الاهلي وطلبت التذاكر طبعا في انتظار رد اللجنه المنظمه او على الاقل التنسيق مع الفيفا من اجل تخصيص هذا المدرج تحديدا لجماهير. طيب هقول لك برضو حاجه، هقول لك حاجه احمد مهمه. الحقيقه في مباراه العين فوجئنا انه ال 70,000 اللي في الملعب كانوا كلهم ثالثه شمال وكلهم كانوا بيهتفوا الثالثه شمال، فقصه انه سواء التذاكر في ثالثه شمال في ثالثه في النص في ثالثه في الطرف خلاص ما بقتش تفرق. مباراه العين كانت نقطه تحول في شكل وهتافات ومؤازره الجمهور، برضو دي من وجهه نظري. صحيح كابتن احمد، لكن المباراه في القادمه ستكون مختلفه. نعم. في بلد اخرى، يمكن احنا بنتكلم من المباراه في مصر فرصه كبيره جدا لتواجد الجمهور الاهلي، لكن جمهور العين ما كانش له تواجد قوي يعني. نعم. من الصعوبه اللي هو التواجد في استاد القاهره، لكن الان انت في بلد فيها الكثير من الجاليات العربيه، هناك جاليات تحضر الاستمتاع بالمباراه وليس مع فريق او اخر. نعم. وهناك جاليات تريد ان ترى المنافس مثلا لريال مدريد في المباراه. صحيح. النهائيه. المباراه موضوع مختلف تماما. نعم. لكن هناك تنسيق كبير جدا لتواجد اكبر عدد. الهدف كله يا كابتن احمد من موضوع الثالثه شمال انه يكون اكبر مجموعه من الجماهير متواجده بصوت واحد خلف الاهلي، لكن احنا شفنا المباريات هنا في الدوحه قبل كده حضر النادي الاهلي وشارك في كاس العالم للانديه، وشفنا المسانده. تم التاكيد اليوم من الرابطه ان نعم. فعلا الاهلي عندما ياتي للدوحه كانه يلعب في استاد القاهره. صحيح. التذاكر هتطرح يوم 21 نوفمبر مش كده؟ تذاكر لكافه الجماهير، لكن سيتم طرحها يوم 14. نعم. اللي هو بعد غدا الخميس لحاملي بطاقه فيزا، هيكون لهم اولويه بالحجز قبل كافه الجماهير. الملعب والساعة؟ طبعا ناكد يا كابتن احمد للجماهير على ضروره الاسراع في حجز التذاكر. صحيح. لان توقيت المباريات هنا في قطر في هذا الوقت من العام مهم جدا بالنسبه للجماهير للاستمتاع، كل الجماهير تريد ان ترى مباريات وفعاليات، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات الجماهيريه. نعم. المصاحبه للمباراه سواء في الملعب وايضا في الاماكن الساعه الملعب والساعه يا احمد. طبعا هو الملعب سعته 40,000 متفرج، لكن اتوقع ان ساعه الملعب تصل الى 30,000، لان دي اول مباراه يستضيفها، هتكون ثاني مباراه يعني. نعم. الساعه 9/7/4 هيستضيف مباراتين، مباراه باتشوكا ولسه بطل كاس الليبرتادورس لسه هيتحدد يوم 30 نوفمبر، هو فريق برازيلي سواء بوتافيكو او اتلتيكو مانيرو. الفائز منهم هيتاهل لمواجهه باتشوكا يوم 11 ديسمبر. الاهلي هيلعب مع الفائز على كاس التحدي يوم 14 ان شاء الله ديسمبر ان شاء الله. بالنسبه لساعه الملعب يعني هي 40,000 متفرج، لكن اتوقع ان هو تم تقليص مساحه الملعب الى 30,000، هذا ما توقعه، حتى ان بعض الجماهير الاهلاويه كانت تطالب بلعب المباراه على استاد لوسيل 89,000 متفرج لتضيف المباراه النهائيه. نعم. نظرا للشعبيه الكبيره للنادي الاهلي هنا في الدوحه. نعم. عايز اقول بس ملحوظه ان منتخب مصر في كاس العرب لعب ثلاث مرات على استاد 9/7/4، شفنا فوز مصر على السودان 5-0 والخساره امام تونس في نصف النهائي 1-0 وامام منتخب قطر بركلات الترجيح. الذكر هنا يا كابتن احمد لان مجموعه من لاعيبه النادي الاهلي كانت موجوده وقتها في المنتخب. نعم. حتى امام عاشور لما كان مع الزمالك كان موجود. نعم. لعب مع منتخب مصر، وايضا عمر كمال كان موجود ايضا، وبالتالي هذه ليست المره الاولى لبعض لاعيبه النادي الاهلي الذين شاركوا قبل كده على الملعب، ملعب موجود على شاطئ الخليج مفتوح. نعم. مبني من حاويات، صدى صوت الملعب يبهر الجميع، وسبق وان صدح صوت جماهير النادي الاهلي في الاستاد. زميل عزيز احمد سليم الصحفي بجريده الرايه القطريه، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. الحد الاقصى على فكره لشراء التذاكر يا جماعه هيكون 6 تذاكر، والتركيز على المنصه الرسميه والبعد عن اي منصه اخرى. ان شاء الله باذن الله يبقى شيء محترم، في 400 متطوع موجودين وفي حاجات كتيره جدا غير تصريحات الاعلاميين. طيب